دكتور طالب الروائي طالب رفاعي، على فكرة دكتور طالب أكد عليا قبل الهوى أن يقول الروائي، يعني في اعتزاز جدا بالإبداع اللي بداخل حضرتك حال الجميع في مجالات مختلفة من الفنون والآداب. حضرتك مكرم وحضرتك منحت جوائز أيضا كثيرة، ممكن ناخد فكرة للي بيتابعنا دلوقتي اللي عايز يتعرف على حضرتك أكتر والمسيرة اللي النهاردة احنا يعني بنتحدث عنها لأنك أحد المكرمين في هذا المحفل الكبير؟ بداية يعني أنا سعيد بوجودي في مصر، يعني ومثل ما قال زميلي وصديقي يوسف، مصر هي الهامة الكبيرة والقيمة الكبيرة والحضور الكبير والتاريخ الكبير في كل المستويات، ثقافيا وفنيا واقتصاديا. يعني احنا في الكويت عندنا ما ممكن أن نتجاوز أن أول دفعة دراسية ذهبت من الكويت في عام 1934 جاءت إلى مصر. لا ننسى أن واحدة من أهم الإصدارات العربية، وأعني بذلك مجلة العربي التي صدرت عام 1958، كان رئيس تحريرها أحمد زكي، قامة مصرية كبيرة. لذا مثل ما تفضل زميل يوسف، الحديث عن الفضل المصري، عن الوصل المصري العربي، هو حديث يعني الحقيقة لا يمل. أنا سعيد جدا الحقيقة في وجودي في يوم تكريم المصريين. حفل الجوائز في كل دول عربية أو في كل العالم هو حفل خاص بالدولة نفسها، بمعنى أنه هو حفل جوائز، جائزة النيل أو الجائزة التقديرية أو الجائزة التشجيعية أو جائزة نجيب محفوظ، كل هذا جوائز مصرية. أن يكون هناك مكان للعرب داخل هذه الاحتفالية الحقيقة دلالة كبيرة، وخصوصا أن هذا الاحتضان للمبدع العربي أيا كان، فنان تشكيلي أو كاتب أو روائي أو ناقد أو مفكر، يأتي بعد انقطاع الجائزة يمكن قرابة ربع قرن. صحيح. وكأن صحيح. هذه العودة جاءت مقترنة باحتضان ليس أبناء مصر فقط، ولكن احتضان كل ما هو عربي. وجودي الحقيقة أنا كان مقترن في هذه الدورة بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية. هذه الجائزة انبثقت من الملتقى الثقافي في الكويت التي كانت تحتضنها الجامعة الأمريكية في الكويت، ثم كان لها حضور في منتدى الجوائز العربية. منتدى الجوائز العربية الحقيقة انبثق بمبادرة كريمة من الأخوة الزملاء في جائزة الملك فيصل العالمية في شهر أكتوبر الماضي، وهو التفاتة كبيرة الحقيقة في مسار الجوائز العربية أن يكون لها منتدى، أن يكون لها شكل من أشكال التجمع، لأن الآن هناك جوائز عربية كثيرة في كل الأقطار العربية، بالتالي أن يأتي ملتقى أو منتدى ينظم وصل الجوائز فيما بينها، ينظم كيف يمكن احتضان وإبراز الفائزين بهذه الجوائز في مختلف الدول العربية. لذا تكريم مصر للكويت ولجائزة الملتقى هو مثار اعتزاز وفرح وسعادة لطالب صاحب الجائزة ولطالب الأديب ولطالب صديق مصر وحبيب مصر. ويعني أنا الحقيقة قبل يعني خلال اليومين الماضيين، يعرف صديقي الدكتور سعيد أن أنا ما أشعر في الغربة، أنا عندي شغلة أشعر بما يسمى بالهومسك، حينما أخرج برا الكويت عندي مرض الحنين إلى الكويت. حينما أكون في القاهرة وأحيانا في عاصمة أخرى، يعرف كذلك صديقي، أعراض المرض دي ما بتجيش، ما بتجيش، ولها مبررات ذلك، أنك أنت لا تشعر بالغربة حينما تمشي في مصر. أنت كل ما يحيط فيك عربي، اللكنة والوجوه والأذان والأكل والسلام والصداقة، ثم مصر القاهرة لها وقع خاص. وأنا دائما أقول هذا، يعني اليوم أقول لأصدقاء كنت فيهم، أقول اللي ما راح القاهرة ما شافش الدنيا، فيها شيء خاص الحقيقة. أنا الحقيقة عايزة أعقب أنا على الكلام ده بنقطة مهمة، وهي أنه هذا الحديث هام جدا في هذا التوقيت. العلاقات العربية اللي حضرتك بتؤكد عليها هي بتضرب بجذورها في التاريخ، مهما كان هناك مواقف. صحيح. أو مهما كان هناك بعض الأمور اللي أصبحت دخيلة على هذه العلاقات، إلا أنه جذور العلاقات تبقى قوية. بالتأكيد. ومتينة. بالتأكيد. في أرض التاريخ. بالتأكيد. ثم أختي يجب أن نؤكد على قضية واضحة،
أن الآن ما عاد من شيء يلم العرب كثر ما هي مائدة الثقافة والإبداع. يعني كل العرب يلتمون حول مائدة الفكر والثقافة والكتابة. يعني أنت لما تروحين لأي معرض كتاب عربي حتلاقين المصري والسوري والعراقي والفلسطيني والبحريني والإماراتي والسوداني. يعني مائدة الثقافة، مائدة الكلمة المبدعة، مائدة الفعل المبدع. الفن بيجمع، والأداب والثقافة بتجمع الكثير من الجنسيات واللغات والصراعات، لكن ممكن مائدة الفنون هي الآن الرافعة، قد تكون الوحيدة التي قادرة على أن تتجاوز كل الخلافات وتتجاوز كل الحدود. صعب جدا عربي الآن، للأسف احنا أصبحنا في وقت صعب جدا على بعض العرب أن ينتقل إلى بلد عربي. الثقافة قادرة على أن تنقل هذا العربي. صحيح. الفن قادر، وبالتالي هذا الدور اللي تلعبه مصر يعني حقيقة مبادرة كبيرة تحسب لصديقي الدكتور سعيد. هو أول مرة يحصل أنه في حفل تكريم مبدعين الدولة يأتم تكريم المبدعين العرب، وهذه سابقة ومبادرة تحسب وهتكرر وهنشوف حضرتك كتير إن شاء الله. تحسب إن شاء الله.